هوى نظام صدام وقلنا إنه مرحلة جديدة قد بدأت، لكن البداية الفعلية كانت من كتابة دستور جديد للبلاد يحفظ حقوق الجميع، يكفل الحريات، ويصير عقد اجتماعي وحكم بين المكونات والطوائف. ذيك اللحظة والمرحلة كان الشيعة والكرد اللي ربطتهم العداوة المشتركة لنظام صدام كانوا يعيشون نشوة استلام السلطة وكانوا بعز تحالفهم الاستراتيجي. لكن عاصفة من الأحداث والخلافات ستأتي قريباً ومصدرها الدستور اللي كتبوه بديهم. وبظروف أمنية قاهرة والسيارات المفخخة مالية البلد، انولد الدستور الجديد بسنة 2005، لكن انولد وهو محمل بالمشاكل اللي راح تساهم بعد سنوات قليلة بشل الدولة العراقية لا وحتى استقرار البلد، لأن الدستور انكتب بذيك الفترة بأنفاس الأغلبية المتعطشة لحكم العراق لأول مرة بتاريخه وتاريخه. انزرعت بيه من حيث لا تدري النخبة اللي كتبتها أو تدري، انزرعت بيه ألغام من الصياغات القانونية، وانزرعت بيه قائمة طويلة من مشاكل تفسير النصوص، رغم أنه اللي كتبوه ما زالوا يعتبروه من أفضل دساتير المنطقة. الإبداعات أو الأشياء الجديدة في الدستور العراقي التي لا توجد فيها دساتير أخرى من قبيل المفوضية العليا للانتخابات، من قبيل مفوضية حقوق الإنسان، مسألة الجيش ودوره السلبي وتدخلاته في السلطة، كيف تم علاج هذا الموضوع في الدستور العراقي، مسألة الدين ودوره والشعب العربي عموما متدين ويعني له حرص على أن يكون الدين له دور في السياسة. لكن إذا راجعنا المواد المتعلقة بصلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الأقاليم راح نلقاها غير حاسمة وما وضعت خارطة طريق واضحة للعلاقة بين الطرفين. أما المواد المتعلقة بمسألة النفط كانت ولا زالت متاهة حقيقية بالفعل، ومن دخلنا 2012 هنا اشتعلت الشرارة بفعل اعتراض حكومة المالك بوقتها على عقود وقعتها كردستان مع شركة إكسون موبيل الأمريكية للتنقيب عن النفط وأسرع من النار. تطور الأمر إلى مواجهة بين الطرفين، تحولت إلى مواجهة شخصيا بين المالكي ومسعود بارزاني، وامتدت نيران الخلاف إلى موازنة كردستان المالية، وهنا طاح الكل بمأزق الدستور اللي قلنا انه كتبوه بديهم. الحكومة المركزية مرتبطة بدستور، وهذا الدستور يحكمها كما يحكم الإقليم، كما يحكم محافظات العراق الأخرى. إذا حصلت أي مشكلة نجلس ونناقش القضايا على أساس الدستور. لذلك ما حصل من تصويت على قانون النفط والغاز دستور، ما حصل على قضايا المسائل الأخرى الكثيرة التي حصلت ينبغي أن نتجه إلى الدستور. أما أن يقال أنه ينبغي أن يكون توافقي بإلغاء المؤسسة الدستورية، هذا الذي هو إثار المشكلة. خلافات الإقليم وبغداد شملت مجموعة جبهات، نفط، موازنة، رواتب، واحتلت كركوك صدارة المشاكل. في سنة 2017 طورت المشاكل بعد إيقاف الحكومة المركزية تمويل الإقليم، شو وقت؟ لما قامت حكومة كردستان بمحاولة تصدير النفط عبر خط الأنابيب الشمالي نحو تركيا. هنا الكرد لاقوا درعاً، واقتنع مسعود برزاني بأنه مبدأ الشراكة اللي انبنى عليها العراق قد سقط، وقال للشيعة الماسكين بالسلطة
خلنا نكون شجعان ونصير خوش جيران. هنا بدت رحلة الاستفتاء اللي وقدتها حكومة بغداد سريعا. مهم وضعنا الأساس الصلب لأي ما أقول الحلم وإنما لهذا الحق. حتى إذا أنا ما أشوفه الجيل اللي بعدي أو اللي بعده يشوفه هو هذا المهم. وصلنا لليوم ولا زالت مشاكل بغداد والإقليم مستمرة وإن خف التراب قليلا. كل هذا لأن التفاهمات السياسية ما راح تغير نصوص الدستور. النصوص النايمة مثل الفتنة، والله يستر من اللي صحيح بأي لحظة، خاصة وأن الاتفاقات السياسية الموقعة بين الأطراف السياسية الأساسية المشكلة لحكومة السوداني ما ضمنت أي إشارة لإعادة النظر بالدستور أو مواده. والخوف، كل الخوف، أن العبوة الموجودة بالمادة 140 من الدستور اللي كتبوه بديهم. السلام عليكم ورمضان مبارك مرة أخرى عليكم، والله يتقبل صيامكم وقيامكم بهذا الشهر الفضيل. وأهلا بكم إلى الأمسية الثانية من أمسياتنا الرمضانية اللي راح نستضيف فيها وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنجين ريكاني. حياك الله كاك بنجين، رمضان مبارك عليك. الله محييك، رمضان مبارك عليك وعلى المشاهدين الكرام، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على العراقيين جميعا. الصفة مالتك بطول حلقتنا بساعة ونص. عمار وإسكان وبلديات وأشغال عامة، وزارتين اندمجت وصارت هيك، راح نقلصها إن شاء الله. إيه قلصوا الاسم. إيه على مشروع القانون الجديد راح نقلص الاسم إن شاء الله. إن شاء الله. شلونك يا رمضان؟ زين الحمد لله، خفيف طبعاً الأمطار وهاي المحافظات كلها غرقت اليوم نسولف فيها. بس أريد أبدي بهذا اللي بديت فيه بالمقدمة. واحدة من أهم عوامل عدم الاستقرار، أهم عوامل التوتر، أهم عوامل عدم التقدم، عدم الازدهار، هي المشاكل اللي عشناها خلال 20 سنة الماضية بين بغداد وأربيل تحديد، بين الإقليم وبين المركز. إيش قد تنطي نسبة 50-50؟ نكون عادلين، 50 على المركز 50 على الإقليم. وأنا أعرفك أنت 50-50 بغدادي أربيلي. بنظرة موضوعية، أس المشكلة هو عدم الإيمان بالدستور وبالنظام الفدرالي. العراق خلال 80 سنة من عمره في سنة 2003 كان دولة شديدة المركزية وبغداد هي تتحكم في كل شيء. في 2005 انتقلت إلى نظام اتحادي. بغداد ما كانت مستعدة أن تتنازل من المركزية الشديدة إلى الفدرالية، ولا أربيل كانت مستعدة اللي كانت تعيش حالة استقلال من 91 إلى 2005 أن تتنازل من الاستقلال وتخضع إلى بغداد. اتفق وياك فيما يخص بغداد، ماكو فهم حقيقي للفدرالية والدولة الاتحادية وحقوق الإقليم، بس ما اتفق وياك في بخصوص كردستان. الكرد دائما وأبدا ينظرون نفسهم خطار على العراق، مؤقتين على العراق، ما يؤمنون بدولة اسمها العراق. لذلك ما فادت وياهم غير بس القبضة الحديدية من صدام حسين. فمن اجوا وفرضوا شروطهم بالدستور وعلاقاتهم التاريخية ويا الحكام الجدد قدروا يفرضون أمور الآن بيستثمروها ويشتغلوها لأقصى حد. القبضة الحديدية مال صدام ما فادت، بدليل اللي صار هو هاي القبضة الحديدية طقت وانكسرت. لو كانت تفيد كان الأمور مشت. الكرد حالهم حال البقية، تأسست المنطقة كلها بعد انهيار الدولة العثمانية والحرب العالمية الثانية. الكرد شافوا نفسهم مقسمين بين 4 دول بغض النظر عن طريقة تعامل هذه الدول مع الكرد، يعتبرون نفسهم حال البقية. كل قومية أخذت دولة أو أكثر، الكرد بالعكس تقسموا بين القوميات. ومع ذلك لو كان هناك
دولة وطنية تجمع الكل على أساس الانتماء الوطني ما كان صارت هاي المشكلة. والله دائما أحكيها كاك بنجيل، دائما أحكيها ببرامجي من 19 سنة بهالمهنة، الأمة المظلومة الوحيدة على هالكرة الأرضية هي الأمة الكردية. زين، إجا سايكس بيكو خلت ربع بالعراق وربع بسوريا وربع بإيران وربع بتركيا، مع العلم هم أهل هذه الأرض التاريخية من آلاف السنين. هاي حقيقة، بس أكو حقيقة أخرى وأكو واقع، أكو شيء اسمه نظام دولي، هاي الدول وأنتم جزء بيها. أنتم كرد العراق جاتكم فرصة تعاملتوا وياها بغرور، انغريتوا. ما اتفق أنه تم التعامل معها بغرور، وإنما فهم الكرد للدستور أنه صار نظام اتحادي، والنظام الاتحادي إلى قواعده اللي هي معروفة بشكل تام. لكن ما قدرنا نحول هذا النظام إلى قواعد سلوك ولا إلى قوانين، بدليل أكثر من 50 مادة دستورية تذيلت وينظم ذلك بقانون، لم نستطيع إصدار ولا قانون من هذه القوانين بسبب الصراع على السلطة، بسبب الصراع على الهوية النظام السياسي، حتى على هوية البلد. وكل طرف كان يعتقد أنه الوقت في صالحهم، لذلك صار مماطلة في كل شيء، وصلنا البلد إلى هذه المرحلة. عوفك الكرد، بقية الأمور ماشية بشكل سليم بالبلد، يعني الكرد صاروا شماعة لا لا لا، ما أرد أبر لا الأطراف الأخرى، لا مكونات ولا قوى سياسية، لا لا مو هذا القصد. بما أنه اليوم المناسبة أنت ضيفي، لازم أناقش هاي القضية وتأثيرها في 20 سنة المضت، وأقول لك يجوز لولا أداء الكرد ونفس الكرد يجوز 50% من المشاكل اللي تسببوا بها الآخرين شان ما صارت. لا، أصلاً المشاكل مع الكرد لغاية 2013 ما كان لكم مشاكل كبيرة، كانت الأمور ماشية بشكل صحيح. وكان يصير تأجيل للملفات، وهاي المادة 440 اللي أشارت إلها كان المفروض كلها تنتهي في 2007. خلينا نكون صريحين، كان أكو حتى استثمار كردي للخلاف السني الشيعي، للحرب الطائفية السنية الشيعية اللي صار، كان أكو استثمار قطعاً مو صحيح، قطعاً. ليش؟ بشكل قاطع. الكرد كان دورهم إيجابي جداً في محاولة تقريب وجهات النظر، وفي مؤتمرات للمصالحة، وفي تدخل الإيجابي بين الطرفين، وفي حث الطرفين، وفي احتضان الطرفين. لم يكن للكرد أي دور سلبي قطعاً في الصراع الدائر. وصراع الطائفي عزيزي أخ أحمد هو صراع قديم، هو صراع بالمنطقة كلها، هو صراع ليس في العراق، وتعرف كل الزين كيف بدأ وكيف انتهى. هسه انتهى بشكل نهائي أم انتهى بشكل مؤقت بالمنطقة كلها، الله أعلم. لكن الكرد لم يكونوا طرف في هذا الصراع أبدا. زين، أنا اللي أريد أوصل له واللي أريد، قناعات تقريبا موجودة عند غالبية العراقيين العرب، أنه الهم الأول للكرد هي الدولة الكردية، كردستان. العراق أولوية ثانية، أو خلينا نقول ما سميها أولوية حتى، فمرحلة نمر بها إلى أن نوصل لدولتنا. هذا التعامل مع العراق بهالطريقة هاي خلال 20 سنة، وبالطبيعي هيك رؤية عند القادة وعند صانع القرار الكردي راح تسوي مشاكل برضه. إيه، هذا بجانبين حتى أكون أيضا موضوعي. الجانب الأول، أنا أعترف أنه غالبية الكرد اللي عملوا في بغداد فشلوا في التعايش مع المجتمع العراقي العربي سنة وشيعة، وما قدروا أن يكونون جزء من هاي المنظومة، رغم حرص وتأكيد القيادة الكردية دائما وتوجيهاتهم أنه انخرطوا في العمل على المستوى الوطني وخلي يكون دوركم الوطني بارز. لكن شلون عندي سؤال لك بالجزء الثاني خص هاي الشغلة. كمل. هذا بصراحة يتحمل الكرد. في جانب الآخر، أكو حساسية بالغة تجاه الدور الكردي. أي محاولة للتمدد أو لممارسة أي دور على الصعيد الوطني غالبا ما يقابل بحساسية من القوى الأخرى العربية بجناحيها الشيعي والسني، أنه أنتوا تتمددون علينا وأنتوا تريدون تأخذون أكثر من دوركم هنا. فهذا الموضوع حساس شوية، مو أكو ساحة مفتوحة تشتغل بها إلا في مجال محدد الخدمات يجوز. لا لا، أكو لا لا بالعكس، لا مو بس الخدمات، أكو شخصيات ما يتحسسوا منها.
اكو شخصيات كرديه ما يتحسس منها لا السنه العرب ولا الشيعه العرب. ربما اي اكو شخصيات لا وتاخذ مساحاتها الكافيه. مرات مو اختصاصها وسوى مشاكل بغداد. هاي من جهه اليوم، هاي من جهه اليوم. لكن هسه ما اريد اعيد اتهامات للكرد وصدرت من سياسيين رؤساء وزراء سابقين، تعاون مع داعش، تفاوض مع ابو بكر البغدادي، اربيل صارت غرفه زين وجو اكو مستندين على يعني انا من اسمع كعك مسعود داخله داعش وحايرين بضيمنه ونريد نصدها والله الحدود ترسم بالدم ويريد يمد ياخذ كركوك كلها. يعني هذا يوحي انه ما مؤمن بالدوله العراقيه. لا الحدود رسمت كان واضح جدا قصد الرئيس مسعود بارزاني انه حدود مع داعش رسمت بالدم وليس مع الاخرين. ثانيا اتحدى اي واحد عنده اي دليل على تعامل كردي، بالعكس كردستان يعني تضررت كثيرا من داعش وهجمات داعش على كردستان وعدد الضحايا من قوات البيشمركة ومن المدنيين والجرائم اللي ارتكبتها داعش بحق كردستان. أربيل عادة كانت ملاذ للجميع اللي يعتقدون أنه مضطهدين وعندهم رأي في بغداد، وكثير منهم كان يجون الأربيل يعتبرون مجرمين وبعد فترة يجون البغداد يعتبرون محررين. فأربيل كانت مأوى لهؤلاء اللي نعتقد أنهم مضطهدين عبر التاريخ، حتى مع القوى الشيعية اللي الآن هم في السلطة كلهم كانوا في أربيل في العهد السابق. فكان أيضا النظام السابق يهتم يعني يتهمهم أنه هم نفس الشيعة عملاء لفلان ولا فلان. هذه اتهامات باطلة. وبصراحة تعبئة الرأي العام العراقي بهذه الطريقة هو أحد العوامل السلبية الرئيسية اللي دفعت القوى السياسية وصلت إلى نقطة ما تقدر تتراجع عنها بعد. حتى من تقعد وياهم يقول لك كلامك صحيح بس إحنا لأنه جمهورنا عبئنا باتجاه معين فمن الصعب أنه نتراجع أمام. عندك تفسير ليش خلى سمي انهار هذا الحلف الاستراتيجي الشيعي الكردي اللي انبنى قبل المعارضة واستمر إلى فترة جيدة بعد 2003 وبعدين انهار؟ شنو تفسيرك لهذا الانهيار؟ حسابات الحقل وحسابات البيدر تختلف. زين الحلف كان مبني على أساس المعارضة من تجي إلى السلطة ومغريات السلطة ومباهج السلطة وعناصر القوة في السلطة راح تختلف. أنا في شهر كانون ثاني 2003 كنت في أربيل وقلت لهم هذا الحلف لن يندوم. وكلهم الأخوان اللي قاعدين زعلوا مني ب 2006 قالوا لي أنت كنت على صح، بعدني كنت شابهم صغير وكان مؤتمر المعارضة منعقد وكانوا كلش فرحانين بيهم. قلت لهم هذا الحلف اللي تشوفوه بس يستلمون السلطة الجماعة راح سلوكم يختلف. ليش هو بس يستلمون السلطة أنتم يصير عندكم حلم الدولة؟ أنا ما أعرف شلون تفوت شخصية مثل السيد مسعود بارزاني بهذا التاريخ العميق بهذا النضال الكبير إله ولعائلته والملا مصطفى البرزاني الخالد، تفوته أنه هو محصور بين قوتين إقليميتين عظيمتين، من هنا تركيا ومن هنا إيران وأكو نظام عالمي وأكو حدود وغيره، وجاي يريد يسوي دولة ويسوي استفتاء. خطوة الاستفتاء اللي هاي أنا أعتقد رجعت مكاسب كردستان اللي ما أقول 100 سنة مثل ما قال البعض، على الأقل رجعتها 20 سنة ل 2003. شوف أولا لا تتوقع أنه السيد مسعود بارزاني ما يعرف كل هاي العوامل اللي تفضلت بها، لكن راجع كل المناضلين في التاريخ عندما يوصلون إلى قضايا يعتقدوها مبدئية إلى حد النخاع ما ينظرون إلى حتى إلى حياتهم الشخصية ولا إلى المصالح ولا إلى موازين القوى، يتقدم خطوة إلى الأمام. السيد مسعود بارزاني ولد يوم تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان والده خارج العراق، وإلى اليوم هو منخرط في العمل القومي من أجل الحقوق القومية. هسه أنا طالب مقابلة يمكن صارت 3 سنين وكاك مسعود وما صايرة، بس خليني أسألك الآن لو مقباله أقول له أنا واثق منك يا كاك مسعود أنت نادم على إجراء الاستفتاء. لا مستحيل. ها؟ مستحيل. ما نادم. لا أبدا. أبدا ما نادم. لا. بعد كل هاي التداعيات. لا مو هي التداعيات صارت مبالغ بها، على شنو؟
يعني على شنو اللي صار؟ هو استفتاء تعبير عن الرأي، ما صار هاي خطوة عليه. كان ممكن يصير ردود أفعال على خطوات، ما صار خطوات، ما صار مبالغة بها. وأنت تعرف الناس اللي شاركوا بالعملية كلهم قسم منهم على قيد الحياة وقسم الله يرحمهم. هنا تحكي لي كمانجين الرسمي، خلنا نشوف نحكي عقلك الباطن إيش راح يصير. أنا أحكي عقلي الباطن والرسمي. مجموعة أسئلة ما أريدك تجاوب عليها مثل ما جاوبت بالجزء الأول، أريد عقلك الباطن يجاوب، وراح يجاوبنا عقلك الباطن. يلا. سؤال الأول، كاك بنجين، هل كنت عميلا مزدوجا لنظام صدام حسين ومسعود برزاني؟ أنا لا، عقلك الباطن راح يجاوب. أي وين هسه؟ يلا تريدني أنا أجاوب لعقل الباطن؟ ده يضحك، ده يضحك. ليش تضحك؟ عقلك الباطن ده يضحك. لأن فاجأتني بسؤالك. الحقيقة عميل مزدوج أحسها قاسية، بس مع هذا راح أجاوبك. أنا كنت عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني وقريب من عدي صدام، وما أكشف سر إذا قلت أنه أنا كنت عين كاك مسعود ببغداد بذيك الفترة. بدليل من سقط النظام حملت تريلة من الوثائق المهمة واخذناها أنا وأخويا وسلمناها لكاك مسعود. ايه علق الجزء الأول نصه صح ونصه غلط. أنا كنت عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد الوطني، صحيح، زين، بس ما كنت قريب من عدي صدام حسين. زين. يعني اشتغلت بالاتحاد الوطني بالفترة اللي عدي ما موجود بيها. من عدي صار بالاتحاد الوطني، أنا ما اشتغلت بالاتحاد الوطني. زين. أنا أشتغل ويا الحزب الديمقراطي الكردستاني من عمري 17 سنة. يعني تبغداد ومكتب تنفيذي بالاتحاد الوطني. أنا أشتغل ويا الحزب الديمقراطي الكردستاني من عمري 17 سنة. يعني ما كذب، لنا عميل مزدوج يعني. كلمة عميل مو صحيحة. إيه لا، هو عميل. لا، العميل العميل هو عميل لجهة أجنبية. زين. أما معارضة في الداخل، أنا كنت معارضة في الداخل. كلمة عميل مو صحيحة، هذه كلمة ما مقبولة منه. أنا كنت أعارض من الداخل، وأنا صاحب قضية وأعمل مع حزب صاحب قضية. يعني النظام ما كان يعرف بيك تتعامل مع الحزب؟ طبعاً إذا النظام يعرف بيه كان فجرني نووي. مو؟ طبعاً. شنو طبيعة الوثائق؟ أنا مو أطلع مثل البقية اللي حتى أتبجح وأقول أنا سويت، هم يعرفون أنا شنو أنا منو. زين، شنو طبيعة الوثائق اللي حملت تريلة ونقلتها؟ ما أعرف والله، هو العقل الباطن خليه يحكي. أنا ما عندي علم بهاي الوثائق. شو ما عندك علم؟ ما عندي علم. عندك واخذ وثائق دسمة. عندك دليل؟ أنا أقول لك ماكو، أنت تقول أكو. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. تفضل أعطيني دليل. بس الدليل شلون مخابره ما ادري، بس ما ادري شو صار. اي واحد لا لا. لا لا بس عم تحسب لك ضمن مسيره نضالك. مسيره نضالي فيها الكثير من المحطات المضيئه جدا. انا يشرفني انه من سقط النظام، تعرف كانت بيئه غير شكل، انه كاكا مسعود قال لي انا فخور بيك وانا متفائل بمجتمع بناس مثلك. هذا بالنسبة لي طبعا ماخذ له تريلا وثائق مفيدة. أنا مسوي أكثر أكثر سوي أكثر من هاي أكثر أكثر. زين، خلينا نروح للسؤال الثاني ونسأل عقلك الباطن. يقول كاك بنجين، من كنت وكيل وزير النقل بحكومة الملك الثانية، من كان الوزير السيد هذا العام؟ من الأولى والثانية. أوكي. اشتغلت بنفس عراقي لو نفس كردي؟ كلها عراقي. خلينا نشوف عقلك الباطن شو يقول. والله أستاذ أحمد، اسأل غيري. تعرف ليش؟ ليش؟ لأن الكل يشهد لي أنا اشتغلت للعراق ونسيت كرديتي. بس للأمانة أكو شغلة واحدة، دولة قطر انطتنا منحة 10 مقاعد بأكاديمية الطيران المدني، فأني لفلفتها بالسكتة ودزيت 10 طلاب أكراد. إيه أكراد، بس ترى دول هم عراقيين. بس بعدين انفتح تحقيق بالقضية، لكن
تلاحقونا أخواننا الكرد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وسدوه. ما بيها شيء واحد يعني، ما بيها شيء، ترى كل شغلة بسيطة. مو صحيح. مو صحيح؟ لا. شنو قصتها؟ أولاً دولة قطر ما انطانا 10 مقاعد، انطانا 25 مقعد. زين. ثانياً المقاعد تم توزيعها على المحافظات بنسب متساوية. ثالثاً تم ترشيح كامل العدد إلى دولة قطر، لكن اللي نجحوا في الاختبار اللي أجري هناك ما أتذكر لو 14 لو 15 واحد فقط، واللي من الكرد كانوا 4 فقط. هاي المعلومة ليش سووا تحقيق بها بالأمانة؟ سووا تحقيق لأنه 2 من المرشحين كان أبوهم شخصية معروفة ورسبوا فضاج وراح اشتكى وسووا تحقيق، والتحقيق ممكن نعرفهم؟ لا طبعا ما ممكن. لا ما ممكن. منو هذا المسؤول يتدخل هيك وسووا تحقيق على وكيل وزير والله شنو ولد من قبله؟ ما ممكن. ها؟ اي ما ممكن. ما ممكن. لا طبعا ازيدك من الشعر بيت؟ ايه؟ اكو دورة وراها صارت بأوكسفورد بريطانيا. ايه؟ جوي الانجليزي هنا سووا الفحص بالمطار. ايضا مسؤول ولده فشلوا، منع سفر، حط منع سفر على اللي فائزين. سووا منع سفر على على الفائزين. واحنا في الوزاره دخلنا وياه في عركه. طبيعي جدا بالعراق اي واحد يخسر في اي موضوع يروح الى تفسيرات طائفيه عرقيه عنصريه، في اي تفسير اللي 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 يغطي على فشله. بعد ليش لحد نسال احنا ليش وصلنا لهالحاله؟ هواي ليش نسال ليش وصل البلد لهالمرحله؟ هواي هاي واحده من الاسباب. نسال السؤال الثالث ونقول منو أبوك الروحي؟ كاك مسعود لو الحاج هادي العامري؟ لا كاك مسعود مع احترامي للعامري. والله كاك مسعود. لا نسمعتك الباطل. كاك مسعود قائدي وزعيمي وأبويا. زين. أيوة قدوتي. والأخ العامري أنا أعتبره أخ كبير إلي وصديق عزيز. لكن زين. المقامات تحفظ. خلنا نسمعتك الباطل. يلا. شو عم ضحكت؟ للأمانة ما أقدر أفرق بيناتهم. أبويا كاك مسعود أمر مفروض منه، أما أبويا حج هادي فأكبر دليل عليه أنه أنا استقتلت. إي استقتلت حتى يصير رئيس وزراء بهاي الدورة، على أن أكون آني نائب رئيس وزراء لشؤون الإعمار. شوف جوابك وين وشوف جواب عقلك الباطن وين. شوف العقل الباطن راح أعطيك دليل قاطع أنه مو صحيح. عقلك الباطن مو عقلك الباطن. نائب رئيس وزراء أنا مو غشيم بالعملية، تعرف يعني العملية السياسية لشؤون الإعمار لأي شؤون ما يحدد رئيس الوزراء توافق سياسي ما يستعبوا عليه. لا 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 لازم يرشح الكرد. أيه. يرشح البارتي. أيه. يرشح الرئيس مسعود بارزاني. وهي هم سهلة وبعدين يقبلوا. وهي هم سهلة وصارت وسويناها. لا مو صارت. لا لا أرجع لهاي الأجواء. هاي الأجواء أنت كنت قريب منها قبل أن يحسب الترشيح للسيد محمد الشاح، كان اسم الحاج هادي العامري واحد من الأسماء المطروحة. صحيح. زين ذيك الفترة أنت كنت تسعى لهذا يعني، وحتى حاجي يمكنك مسعود في هذا الموضوع. مو صحيح. قلبك يهوى هذا الترشيح. هسه انت تحكي على القلب لو على الوقائع؟ اذا تريد تحكي بالقلب نحكي بالقلب. اذا تسالني على الوقائع ليش تم ترشيح او تداول اسم السيد العامري؟ ليش؟ لسبب، لانه كان هناك ازمه كبيره مع التيار الصدري. وبعدين صار اللي صار، احداث ما كنا نكررها. من هو اقرب شخصيه من داخل الاطار الى التيار الصدري؟ يعني حاج هادي العامري. أو الدكتور حيد النوع ما. لا العامري. ما. العامري. العامري أقرب طبعا. أقرب زائدا هو أكثر تأثيرا مع احترامنا للسيد العبادي في هذا الجو اللي صار، تعرف بين الفصائل وبين الصدريين. فصار حديث أنه نجيب شخصية قريبة بحيث يقبل بها التيار الصدري. مو إحنا اللي هجا، مو شغلنا إحنا، دورنا يجي ككرد بعد الترشيح من يرشحون نقول إيه لو لا، نوافق لو ما نوافق. أما الترشيح شان شيعي 100%. لا بس أنت علاقتك بالشيعة أيضا علاقة مميزة، وتأثيرك يا مناس تأثر بالقرار
أيضا مميزة وأيضا لك صوت مسموع في محيط البارتي. يعني من تريد شيء أو ترغب بشيء أو قلبك رايد شيء ممكن تشتغل عليه. ممكن أشتغل عليه بس أكو حدود. أكو حدود. أكو حدود نحترمها. وصلت لهاي الحدود ولا؟ أبدا. لا هي هاي الحدود قصدي ما تجاوزتها. لا. ما تجاوزت. وبعدين الإطار حسم أمره. والأخ محمد شياء يعني صديق لي من زمان. بالعكس. بالعكس إحنا يعني نهائي في هذا الموضوع ما دخلنا نهائي. اختيار رئيس وزراء. أبدا. حتى مشاورة ماكم. أبدا. أبدا. عادة أنا يعني بمنتهى الصراحة الشيعة قبل أن يحسمون أمرهم في الترشيح الرسمي يتداولون يقولوا إحنا اختارينا فلان شو تقولون أي لو لا وليش. ومرات حتى لو أكو اعتراض بسيط يجون يضغطون يعني يحاولون يقنعون وتمشي الأمور. زين سؤالنا الرابع. وهم سواها وصارت. سواها وصارت. سؤالنا الرابع لعقلك الباطن، من هو الرجل الأول للبارتي في بغداد؟ حضرتك لو دكتور فؤاد حسين لو كاكا شخان. دكتور فؤاد حسين. أي العقل الباطن شو يقول؟ بالتأكيد وبدون تردد أي دكتور فؤاد حسين. زين. عضو قيادة الحزب ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الحالي، هو الشخص الأول اللي يمثل البارتي ببغداد. بس أبو قصور أنت تدري بيش قد طموح، ومو بعيدة أستغل عدم الرضا النسبي عدم الرضا النسبي من قبل السيد السوداني على أداء دكتور فؤاد، وهاي فرصة ذهبية ممكن أستثمرها مثل ما استثمرت علاقاتي ببغداد وصرت وزير حكومة عادل عبد المهدي بمكان كاكا نوزاد هادي. اي هذا هم عقلي الباطن مو؟ لا طبعا هذا هم عقلك الباطن. عقل الباطن. أنا بصراحة ما شاعر ابدا انه اكو عدم رضا نسبي على دكتور فؤاد من قبل السيد السوداني، بالعكس تماما عند رضا. ثانيا دكتور فؤاد انا سامع. إذا أنت سامع يعني ما أحكي نيابة عنك. لا سامع. اثنين دكتور فؤاد عضو قيادة بالحزب، أنا مو عضو قيادة بالحزب. وأنا لا فت يوم مرشح للقيادة ولا أرشح ولا يعني مو قيادي بالهيكلية الحزبية، فلازم اللي يتولى القيادة يعني يكون قيادي في الحزب. ثلاثة أنا ما استغلت علاقتي حتى أصير وزير بمكان نوزاد، أنا ونوزاد كنا مرشحين أن نكون وزراء. زين. في حكومة السيد عادل عبد المهدي ودخلنا للقاعة للتصويت، وصل التصويت إلى 14 وزير وتوقف التصويت. أي جلسة في حكومة السيد عادل؟ صح. فتم التصويت على 4-2 كرد والبقية تعرف التقسيمات، وثمانية شيعة وهكذا. زين. فإحنا أو 9 شيعة وثلاثة سنة واثنين كرد، فكنا أنا ويا مرشحين أن نكون وزراء. بعدها تدري تغيرت الأمور. تغيرت الأمور. زين نرجع خلنا نقول الرجل الأول للبارتي في بغداد اللي هو الدكتور فؤاد حسين، شنو وظيفته؟ يعني الرسائل السياسية، الوحيد المخول إلى يتخذ قرارات، الوحيد اللي يمثل كاك مسعود ببغداد، لو شنو 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 مهامه؟ إحنا عندنا بالهيكلية الحزبية أكو مكتب للحزب في بغداد. هذا المكتب هو يترأسه دكتور فؤاد حسين، وهو طبعا الشخص الأول وهو مسؤول الأول أيضا. في حالة غيابة نقوم بإيصال الرسائل اللي تجي، وأيضا تحت إشرافه. وطموحك حتى يكون مشروع. وطموحك شنو؟ أنا خايف من طموحك. شاب وطموح وكذا. من يقول؟ أه؟ من يقول عن طموح؟ أنا بالنسبة لي فولت وصلت خلاص، ما عندي شيء. عندي طموحي أسوي مشاريع اللي أنا مؤمن بيها وخلص. يا مشاريع؟ مشاريع تنموية، نقطة ضوء. أي مثل مشاريع مجلس الأعمار مثلا. مجلس الأعمار ذاك مثلا. أي نعم. خلي أروح على مجلس الأعمار أحسن. يلا. شنو الفرق بين الطابوق الملكي والطابوق الجمهوري؟
الطابوق الملكي كامل وثقيل الوزن، بينما الجمهوري مليان ثقوب وكأنما أطلقوا عليه النار. مثال يرهم على حقل الإعمار والإسكان اللي بدت قصته من قرن تقريبا، وتحديدا من دائرة الأشغال العامة اللي أدارها المهندس البريطاني جيمس ويلسون. ثم مرت بفصول نجاح تكللت بمجلس إعمار هائل، مجلس يبدو الآن مثل ومضة ضاعت وسط وميض نيران العسكر. واثق الخطوة يمشي ملكا، هيج بدأ الإعمار. أبو ناجي هو المشرف والمصمم والمقاول. طرق جديدة، أحياء سكنية، قصور، جسور، سدود، وجامعات ومستشفيات، وكلها ببصمات عالمية لمهندسين وشركات هي الأفضل بزمنها. معامل الشيلمان والإسمنت تنبني، والخطط طويلة الأمد لبناء آلاف المساكن للموظفين والعسكريين والعمال تبلش في بغداد وأغلب المحافظات. لكن للأسف مرحلة الطابوق الملكية انتهت بثقوب أحدثها سلاح العسكر والجمهوريات الشعبوية الثورية اللي زرفت جسد المؤسساتية، وبدت مرحلة التخطيط الانفعالي لإرضاء الجمهور بدون أي حساب للمستقبل. صحيح اشتغلوا وبنوا مساكن للفقراء والطبقات الوسطى، بس منحنى السهم بعهدهم انحدر من الأعلى إلى الأسفل، واللي زاد انحداره هو الصراع السياسي والحروب اللي بددت طاقات الدولة. أما اليوم وإحنا نعيش أيام البلوك العشوائي بمرحلة ما بعد 2003، فهاي يراد لها لطم، لأنه الخراب صار قاعدة والبناء استثناء، على الرغم من أنه إيرادات العراق من النفط خرافية، والنتيجة شوارع كثيفة وبنى تحتية أكل عليها الدهر وشرب العشوائيات طول بعرض، وطابوقها لا ملكي لا جمهوري بل بلوك فوضوي رسم ملامح قبيحة للعراق. العراق اللي انطلق واثق الخطوة يمشي ملكا، ثم انتهى كمتشرد ما يدري بأي خراب ينام. اي كاك مانكين كوزير للإعمار والإسكان، أكيد قال التاريخ يا هي أحسن فترة للإعمار والإسكان والتخطيط والبناء عهد الملكي، لو عهد الجمهوري من 58-2003، لو العهد الجمهوري الثاني 2003 حتى الآن. لا، الملكي هو أسس، ومجلس الإعمار هو اللي أسس للمشاريع الاستراتيجية، وحدثت نهضة أيضا في السبعينات شوية صار أسعار النفط زينة، وهاي افضل. لا، العهد الملكي فتره تاسيس له ايضا تم افتتاح مشاريع بذاك الوقت، لا افتتاح مشاريع والتخطيط لكل المشاريع الاستراتيجيه اللي تم تنفيذها كلها هي من مخططات مجلس الاعمار. الشيء اللي نفذ في العهد الملكي والشيء اللي تنفذ في العهد الجمهوري ايضا هم هي من تخطيط مجلس الاعمار. وهاي الفتره، هاي الفتره ما بها تخطيط نهائيا. لا ما بيها، يعني الأفضل فترة العهد الملكي. اي نعم. والتنفيذ اللي صار جزء كبير جزء كبير من العهد الجمهوري الثاني، وعهد الجمهوري هذا هو أسوأ فتراته من 20 سنة. مو هو يعني هم العهد العهد الجمهورية صدام، هم توقف بها الإعمار تدري من الثمانين حروب وتوقف وإلى 2003. لا، أكو عقود كانت موقعة بال يعني تقريبا على الخطة الخمسين مال 75-80 بدت تتنفذ بالثمانينات، نفذت بالثمانينات لل 84-85 توقف كل شيء. تمام. اي تمام. وزين صار لنا 20 سنة هنا. اي ما صار تخطيط. رغم الأموال الهائلة، لا عندنا ما نصرفه، ما صرفنا بقد ما صرف صدام على الحروب. لا، أنا طبعا من الظلم تقول كل شيء ما صار، صار. اكو هواية أشياء صارت، يعني مشاريع مهمة صارت. لكن ما تكفي يعني قياسا الى حجم الحاجه والكان المفروض يصير ما صار. انت وصلتك اخبار المحافظات كلها غرقت اليوم؟ طبعا كلها غرقت طبعا مع العلم. هسه ما اعرف المطر اللي شفناه
ببغداد مطر ممكن انه تستجيب للبنى التحتيه. بعض المحافظات لا، كان مطر ثقيل بحيث انه سيارات غرقت. هذا بسبب شنو؟ غير عدم وجود مشاريع وبنيه تحتيه واضحه، رغم كل الاموال اللي صرفت تنميه الاقاليم، موازنات التجاريه الوزارات غيره. تنميه الاقاليم اغلبها مبالغ يعني تفتت، هاي المبالغ لانه تقسم بطريقه بحيث ما يبقى لها قيمه. مشاريع الوزارات واجهت تلكؤ وسوء تخطيط ابتداء وتلكؤ الكثير منها، واذا تريد ادز لك جداول بها واحصائيات كامله. البنى التحتيه ما اقدر اقول ما صارت، بس البنى التحتيه منجزه بنسبه حوالي 60% على مستوى العراق، 40% بها نقص. الأمطار من تجي الكثير من الدول حتى اللي عندها بنى تحتية راقية جدا يصير بها هاي العملية إذا جت أوفرلوت يعني أكثر من المعدلات الطبيعية. لكن إحنا لازم نعترف أنه العراق كان يجب أن يكون أفضل. أي بس إحنا مو بس اللي صار غرق اليوم وباشر عطلة رسمية، مو لأن أوفرلوت مطار هواي، لا يعني مو بس لهذا السبب. السبب انه بنى تحتيه فعلا متفقين. وحتى المشاريع المنفذه مو بتلك الجوده. الجوده صحيح. صحيح. زين شغلكم كالوزاره؟ اي ما شاء الله جولاتكم بالمحافظات مستمر. اي طبعا. ذاك اليوم يم محمدنا بالكوت. يم محمدنا مو بس انا الانبار عندهم محمدنا. اي شلون؟ تحياتنا لغوش ولد محمد واشتغل. شلون الكوت تواصلت؟ الكوت احسن من ما تركتها في 2020 خليني اقول. زين. لان انا بدايه ال 20 تركتها. افضل لكن مو بمستوى الطموح. نراد الابعاد. طبعا كثير. بقيت المحافظات النجف اليوم اشوفها غرقت. النجف تقدر تقول عليها من المحافظات الوسطى. يعني مو كل الزينة ومو كل السيئة، اكو محافظات كل السيئة يعني مثلا مثل السماوة والديوانية. الديوانية رقم واحد يعني بها مستوى الخدمات متدني. الحلة مجال الحلة الحلة هم من المحافظات الموزينة. الموزينة اي الموزينة. وخططكم مشاريعكم، انا اريد اسال شنو طبيعة المشاريع اللي مرات المحافظة مسؤولة عنها والمشاريع اللي تديرها الوزاره؟ اي وحده من الفوضى في العراق. خلينا نشوف. خلينا نشوف. واحنا ناكل بقلاوه. 2016 انتقلت الصلاحيات الى المحافظات. والوزاره وزاره الاعمار والاسكان والبلديات اعتبرت من الوزارات المنقوله الصلاحيه، وبعد ما تدرج مشاريع وكلها تتحول الى المحافظات. لكن المحافظات طبعا هذا ما تم بطريقه صحيحه، نقل الصلاحيات ما تم تهيئة المحافظة لاستيعاب هذه الصلاحيات، وحتى قاعدة قانونية ما صارت لهذا النقل بالصلاحيات. لذلك بقت الوزارة تقوم بدور هنا وهناك حسب الحاجة وحسب القرار السياسي، لكن ضمن خطة مدروسة لا، ماكو غير في هاي الحكومة. اكو بس نجي على هاي الحكومة. اي لان احنا حتى في حكومة سيد انا اعرف اكو مشاريع بالمحافظات الان تديرها بشكل مباشر الوزارة. اي نعم. اي رغم انه هذا تجاوز على القانون، ما تعديل قانون مجالس المحافظات او المحافظات غير المنتظمه باقليم 2016. لا مو تجاوز. لا شلون؟ مو تجاوز، لانه القانون هذا دا اقول لك نقل بشكل عشوائي غير منظم. القانون شو يقول؟ يقول تبقى صلاحيات رسم السياسات العامه والمشاريع الاستراتيجيه بالوزاره. زين. تعريف للمشاريع الاستراتيجيه ماكو. شنو المشاريع الاستراتيجيه؟ ماكو لها تعريف. فقالوا بالقانون الموازنات اللي تلتها انه المشاريع اللي يحددها مجلس الوزراء تعتبر مشاريع استراتيجيه. زين. فهاي المشاريع اللي تقام. ليش الا بهاي الحكومه؟ شنو الاستثناء بهاي الحكومه؟ هاي الحكومه شويه صار بها خطه مدروسه انه شو نسوي احنا؟ شنو دور الوزاره وشنو دور المحافظه؟ صار بها اعداد قبل تشكيل الحكومه. اتفاق سياسي؟ يعني اتفاق ويا رئيس وزراء، لا رئيس وزراء ويا رئيس وزراء. ويا رئيس وزراء. زين. كانت الصورة الإدارات واضحة. الإدارات المحلية المحافظين محترمين هذا الاتفاق بينك وبين رئيس الوزراء؟ محترمين. احنا مو محددين طبيعة المشاريع اللي ممكن تكون الوزارة تقودها أو المحافظة؟ اي احنا بالنسبة ان كلش واضح لدى السادة المحافظين ما ننافسهم ولا نريد ننافسهم، احنا مكملين لهم، الشيء اللي يردوه هم احنا نسويه، اللي هم ما يردوه ما نسويه. لا، على أي معيار تقسمون المشاريع؟ هل المحافظة أو الوزارة؟ حجم التكلفة؟ الحجم. زين. المشاريع اللي تخدم أكثر من 25,000 نسمة هاي تعتبر من المشاريع الكبيرة اللي المحافظة ما تقدر تمولها.
فتتولاها الوزارة. هو هذا الأساس. الطرق بين المحافظات تتولاها الوزارة. الطرق السريعة تتولاها الوزارة. مشاريع المدن الجديدة تتولاها الوزارة. هذه يراد لها تعاون عدة وزارات أولا، ويراد لها تخصيصات عالية وصلاحيات اتحادية، فهذه تتولاها الوزارة. مدى التزام كلها تعاون مع المحافظين. مدى التزام المحافظين بهاي العالية جيد جدا حد الآن. أنا متفاهم وياهم وما عندي أي مشكلة ويا أي محافظ. كل محافظات كلهم. أي واحد يريد أي مشروع من مشاريع الوزارة يجي ياخذه. أنا مستعد هسه من خلالك أقول خلي يجي هو ياخذه هو يسوي. تقولوا التفقين اللي 25,000 نسمة فوق. أي ومع ذلك، ومع ذلك إذا هو يقدر يسويها مخلي يروح يسوي. وصارت بس محافظة بغداد سوتها، باصرة سوتها، الحلة سوتها. بغداد لا، بغداد الحصة اليوم سنحكي بيها. لا أبدأ فض طلبة المحافظات. لا هو المحافظات، محافظة بغداد ليس أمانة بغداد. هي مثلا أبو غريب، مش أبو غريب والمحمودية وكذا، محافظة محافظة هاي هاي المحافظة. لا أبدأ أرجع للمحافظات وأقول أكو مشاريع توقفت من 2014 قبل 2014 توقفت واندثرت، ويمكن حتى كل التزامات مالية على الدولة العراقية لمقاولين. نعم. زين وهاي لازم تعاد بطريقة أخرى. زين هاي شلون جاي تعالج كلها؟ عادنا الحياة لها، يعني ما أريد أقول كلها، لكن ثمان أكثر من 80% واللي بحاجة إلى تصفية صفيناها، والبقية كلها عيدت الحياة لها. باقي كم مشروع خاصة في مجال السكن، المجمعات السكنية، وهذه بهاي السنة كلها راح نعيدها. زين أبدأ جيل بغداد وما شاء الله طلعت التوريس وزراء ديش تطلع وعرضت هال 19 مشروع مو في بغداد. أولا أكو أمانة، أريدك تشير شون شون كلفت كوزير بمهام أمانة العاصمة فيما يخص مشاريع داخل حدود أمانة بغداد. ليش شاء رئيس وزراء أن يكلفك بهذه المهمة وهو نوعا ما بيتجاوز على القانون، على قانون أمانة بغداد؟ لا ما بيتجاوز على القانون. شوف لحد هاللحظة هاي الطرق السريعة تابعة لدائرة الطرق، الجسور تابعة لدائرة الطرق لحد هاللحظة. هذا أقول لك من سلبيات نقل الصلاحيات، وأكو أكو مشاكل بها. حتى كل الجسور اللي في بغداد تابعة لدائرة الطرق، والجسور اللي تابعة للوزارة. أي دائرة الطرق والجسور. اثنين، احنا اللي سويناه سويناه بالتعاون التام مع الأمانة. السيد أمين بغداد وياي في كل خطوة. بغداد كانت بحاجة إلى جهد حكومي وليس جهد الأمانة فقط. الأمانة واحدة ما تقدر تقوم بهذا الشيء، فالجهد الحكومي شاركت به الأمانة، وشاركت به وزارة الموارد المائية، وشاركت به وزارة النفط، وشاركت به السياحة، وشاركت به وزارة الكهرباء ووزارة الاتصالات ونقابة المهندسين ووزارة الإعمار. كلنا اشتغلنا فريق عمل واحد حتى ننهض ببغداد نساعدها في موضوع مهم اللي هو بس المسؤول الرئيسي منه. إيه أنا أقود الفريق. أنت تقود الفريق. أنا الوزير زي. الوحيد بيناتهم، هاي مسألة طبيعية. يعني. لا لا مو القصد إنه هي هاي من مهام أمانة بغداد. هي من مهام أمانة بغداد، وقسم منها من مهام الوزارة. من مهام الوزارة. من مهام الوزارة. زين مو تنازل من أمانة بغداد. أنا نعم. اللي عرفته إنه رئيس وزراء شخصيا مكلفك. نعم. مكلفك شخصيا من تشرف على الموضوع. زين نجي على المشاريع اللي 19 ما شاء الله على ازدحامات بغداد كلها تون من أدها، حيث إنه واحد ما يقدر يخلص شغلة باليوم. 19 مشروع، خلينا عددهن إذا حافظهن، وين بالضبط تقاطع؟ أولاً الرستمية. زين. تقاطع الكوت مدينتك. زين. الرستمية التقاطع يا تقاطع من بالتحديد يعني خلينا نقول فلكة الجبهة لو. فلكة الجبهة. زين. زائداً تقاطع سريع محمد القاسم مع القناة من الجهة الجنوبية. هذا تعرف من الطبي لازم تروح. أكو قنطرة تعبرها، هاي بعد ما تبقى يصير مجسر يرجعك إلى القناة، إلى جهة الشمالية للقناة. اثنين مجسرات، اثنين يصيرون على القناة جدة، واحد بحي المهندسين، واحد على يسموه تقاطع باب المعظم. حي المهندسين شارع فلسطين. مهندسين شارع فلسطين ويطلع قبل على مدينة الصدر. مضبوط. على القناة مجسرين. ثلاثة أو أربعة تقاطع محمد القاسم مع القناة يطلع قبل على سيطرة الشعب، ما يمر بمنطقة الشعب. خمسة
الفضيلية يسموه شارع 77 هذا ازدحام قاتل به، هناك أيضا مجسر. ساحة قرطبة ما أدري تندلها لو ما تندلها، قرطبة من تعبر الطيران تروح على محمد القاسم، تقاطع الطيران مع محمد القاسم، هاي هم من المزدحمة جدا. تقاطع الفنون الجميلة، هذا راح يصير نفق بقرطبة؟ بقرطبة نفق ما يصير بسبب وجود مجاري، راح يصير مجسر طابقين. مجسر طابقين حاولنا إلى وقت قريب ما قدرنا نسوي، لأنه الخط الرئيسي مع المجاري يمر به. ساحة عدن، ساحة عدن وصنعاء اثنينات نسوها، لأنه هاي وحدة طب الثانية. تقاطع الشالشية، طريق جديد يفتح من ساحة الطلايع، تندل ساحة الطلايع؟ تندل ساحة الطلايع العلاوي، ساحة الطلايع اللي هو شارع حيفا من باب المعظم تجي إلى شارع حيفا، هذا راح يصير شارع جديد يوديك للمنصور. زين، يعبر مطار المثنى. قد حلو الحكي. لا مو حكي. قد حلو الحكي. مو حكي فعل. زين فعل مو حكي. مشروع واحد من ذني إذا هسه بغداد قافلة، أي شو راح يصير فيه؟ مشروع واحد إيش فيه؟ مش نفذ لي مشروع واحد، قطعت الطريق. لا ما قطع الطريق، لا ما قطع. شلون راح نفذ؟ لا ما نقطع الطريق، الطريق يصير تقطيع جزئي، ماكو طريق قطع كلي لأي طريق. وبعدين هو هذا جرعة دواء، مثل ما حكيت أنا يعني جرعة دواء مضطر أنه تأخذ المريض وبعدين تصير حالة تعافي. فإحنا لازم نسويها، يعني شنو ما نشتغل جسر بالزعفرانية يودي الى طريق الدوره يوسفيه الجديده اللي افتتحناه. زين، اهم شيء، اهم واحد نسيته كنت فرحان به جدا، نسور. نسور اعقد ساحه في بعقد، اعقد ساحه. يعني الفيلم اللي عرضته شفته على صفحتك وشفته بالجسمة، يعني مفرح، بس الامانه ما صدق ما يصير. ليش ما صدق؟ ما صدق ليش؟ ايسنا أيسنا من وجود فعلا عمل بهذا المستوى وهذه الطريقة. تقاطع الجسور أخذ من عندنا وقت ليل نهار، يعني كل هاي المشاريع اللي تشوفها، أنا لو أحكي لك المصاعب اللي تواجهها حقيقة الأمانة وحدها ما تقدر. زين، يعني والله ما أريد أحكيها، بس صعوبات كارثية. لا لا، ما أنا على هالإمكانيات اللي عندها، ايش تقدر تنتج مشاريع؟ ما تقدر. ما تقدر، ما تقدر. احنا كنا نتذكر قبل شوي كنا نحكي على الإعمار بزمان صدام بالثمانينات، غالبية هاي التقاطعات هي صارت ما بين 79 إلى 82 83. بالضبط، آخر شيء هو هذا صار. آخر شيء لا، وجدت شركات شركات عالمية اللي قدرت تنفذها. هو التنفيذ مو فد يعني تكنولوجيا كبيرة، لأن احنا ما نشتغل مشاريع، احنا التنفيذ كل ما في الأمر يراد إشراف جيد وتنفيذ دقيق وأنيق. هذا يراد لإشراف جيد. وأهم شيء آخر هم نسيته، هو الجسر الجديد اللي راح يصير في منطقة أبو نواسي، راح يصير سايدين. أيه. يعني إلى جامعة النهرين، إلى جامعة بغداد. مين أبو نواسي يصير سايدين؟ هو من منطقة اللي يصير سايد واحد من تعبر فندق الشيراتون باتجاه جسر الجادرية. رأساً يصير سايد واحد، من هناك ننزل على المي، وداخل المي، داخل المي إلى جسر جامعة بغداد. ومن هناك من يم البنك المركزي يصعد جسر ساحة النسور، يروح جسر ساحة النسور. وأقول لك والله حلم. لا تحلمون، مو حلم والله تحلمون. أنا إذا الله راد سنة جاي هيك وقت نروح بذاك الموقع نسوي حلقة، إذا الله راد إنه سنة الله. عفوا هاي مهم. هذا وعد سنة الله، يعني 365 يوم يكمل مشروع تقاطع النسور. تقاطع النسور 14 شهر ابتداء من شوكت أحلتوه؟ لا بعدنا ما حايلي اليوم. الشركات الصينية طلبت تمديد على العطاء 15 يوم. باشر راح ندرسه، يجوز نوافق لهم عليه، لأنه يوم السبت القادم راح يصير يوم الغلق. بس بقية المشاريع كلها سنة وأقل. عدل الشركات الصينية منهم متقدم؟ إحنا ساحة النسور فقط انطيناها الشركات الصينية، بقية أكو شركات تركية، وأكو شركات لبنانية، وأكو شركات أوكرانية، وأكو عراقيين. بس أكو عراقيين زينين. زين، وراح يتوزع العمل بيناته. راح يتوزع العمل. حصراً تقاطع النسور للشركة الصينية. حصراً للشركات الصينية. 14 شهر مدة التنفيذ. 14 شهر مدة التنفيذ. لا، إذا شركة صينية يعني قد أضمن إنه ما يسوي لنا ارباك وازدحام. لا مو إذا تخليها بربعنا. إذا تخليها بربعنا مشكلة. لا إذا تخليها بربعنا مشكلة. هذا راح يصير به خطة تنفيذ. أول شيء نفذ الجسر. والجسر من ينفذ ما يصير قطع للشارع. بعد أن ينفذ الجسر تبدي تنفيذ الأنفاق، فراح يصير قطع جزئي.
مقاطع كلي. وبالمناسبة هاي مشاريع المرحلة الأولى، هم عندنا مشاريع خاصة ببغداد. بغداد أكو احتمال عندي شوفك محافظ البغداد عدد رجعي لي الشرف بس موجود الأخ محمد عطار ده يشتغل خوش محافظ الشليلة هاني والمحافظة الشليلة. ما كنتج صاير هاليومين ويا؟ لا لا صاير مش هاليومين. لا 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 أبدا هاني ويا كلش متعاونين لسوي فتنة بينا. أكو صاير لا ما صاير أكو تعاون أكو ده نتعاون على موضوع المداخل. حقيقة المداخل صايرة مشكلة يعني مدخل إنتاجي بالذات مشكلة كارثة. مشكلة يعني كل مداخل. واليوم اليوم شفت السيد رئيس الوزراء قال لي شو نسوي احنا كل اللي ارادته المحافظه سوينا لهم اياه بصراحه مو شغلنا بس عاوناهم. والرئيس وزراء مسوى وباشر راح نقعد وياهم هماتين حتى رئيس الوزراء يقعد وياهم سيد رئيس الوزراء راح يقعد باشر وياهم على موضوع مداخل بشكل عام بس التاجي بشكل خاص. زين ايش قد مهتم رئيس الوزراء بقضيه هالمشاريع؟ جدا. كم اجتماع تحققون بالاسبوع حول هالموضوع؟ يعني مرات مره بس يوميا نحكي بالتليفون. يوميا 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 تحشون بهالموضوع؟ اي نعم مره مرتين. الوجبه الاولى هاي 19 كلها راح تنحال في وقت واحد؟ لا تباعا تباعا. يعني احنا خلال 10 الى 15 يوم نبدي اربع خمس مشاريع نبدي نضع الدقمه للتنفيذ. زين 14 شهر اللي هو اكبر مشروع هذا سنة وشهرين يابو أربعة أشهر مني سنة ونص. إحنا هسه بالثالث 24 شهر السابع 1/7/24 يا كاك بنجين يا مالي وزير الإعمار سوي حلقة هناك على الجسر. لا هذا وعد منك إن شاء الله. ها نسوي حلقة على الجسر إذا الله خلانا طيبين. إذا الله خلانا طيبين بهالحالة. إذا جزيرة الأعراس راح الجزيرة ايش راح يصير بها؟ والجسر يفوت فوقها؟ هو الجسر يمر ينزل داخلها ينزل داخل الجزيرة ويصعد يصعد على النسور يصعد الجسر مرة ثانية ولا اي نعم يصعد الجسر مرة ثانية لأنه هذا بكيرف يعني مو عدل الجسر. اها يصعد على النسور مين راح يفوت؟ راح يصعد اكو مساحة بين التقاطع الحالي اللي يصعد على المجسر وبين المي راح يصعد منك اكو قطعه فارغه اذا تروح هالمره ركز. واكو بصف الجسر الحالي لا فوق الشرطه الاتحاديه فوق راح ناخذ من الشرطه الاتحاديه 30 متر 40 متر راح ناخذ من الشرطه الاتحاديه. القصر يعني مال قصر صدام السابق يصير فوق هالجسر؟ لا لا ما يصير على اليمين. لا لا على يسار على يسار على يسار ناخذ من السياج شويه ونمشي ان شاء الله نلتقي 1/7/24 بإذن الله. بإذن الله هذه وغيرها إن شاء الله. بس خاف هاي طلابة مال قرار المحكمة الفرنسية يسوي لنا مشكلة. كاك مسعود يقول لك عوب بغداد وتعال يعني. يلا نروح للجزء الأخير من الحلقة اليوم. المصائب لا تأتي فرادى، فقد جاء القرار من غرفة التجارة الدولية بباريس وإجا لصالح العراق في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر الأنابيب الممتدة في الأراضي التركية دون موافقة العراق. هذا اللي أعلنت الحكومة العراقية البارحة. والتفاصيل إنه بغداد عام 2014 رفعت دعوة قانونية ضد أنقرة اللي خالفت أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقع عام 1973. هاي الاتفاقية تنص على وجوب امتثال تركيا لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية اللي هي ميناء جيهان. اللي صار أساساً إنه حكومة كردستان ربطت حقولها النفطية بالمعبر الحدود التركي بفيشخابور واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا اللي أنشئ أساساً لنقل النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي. وبما أنه العراق كسب الدعوة فراح يعاد بحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية سواء كانت بالإقليم أو مع السلطات التركية وفقاً للمعطيات الجديدة وبشكل
يضمن إدامة الصادرات النفطية. البيان العراقي شدد على ثمرة الدعوة الأساسية، وهو أن شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر هذا الأنبوب إلى ميناء جيهان التركي. هذا معناه أنه أي تصدير تقوم به حكومة إقليم كردستان عبر هذا الأنبوب دون موافقة سومو سيعد تهريباً. وهنا انطرح مجموعة من الأسئلة حول شرعية ومصير عائدات مئات الملايين من براميل النفط اللي صدرتها حكومة الإقليم عبر هذا الأنبوب خلال السنوات الماضية، فضلاً عن أنه هذا القرار راح يضيف تعقيد سياسي آخر بين بغداد وأربيل استكمالاً للتعقيدات اللي أحدثها قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. لذلك ما كذبنا عليكم بداية التقرير من قلنا لكم المصائب لا تأتي فرادا. قبل ما نروح للمصائب، مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات. ما الانتخابات متوقع؟ توقعك طبعا. ايه طبختوها سوا. أيوة. مش القانون وفرضتوا إرادة ائتلاف إدارة الدولة على إرادة حتى ائتلاف إدارة الدولة كان به خلافات، لكن بالتالي هاي الديمقراطية. لا، البارحة اكتشف أنه التأخير بالتصويت مو بسبب المظاهرات ولا اعتراض 70-80 نائب، لا، أنتوا بيناتكم ما متفقين. حاسمين؟ لا، بيناتنا ما متفقين. اي لا، قصدي هو التأخير بسبب عدم اتفاقكم على بعض البنود. على كركوك، كوتا النساء، كوتا الأقليات. صحيح، هاي اللي كانت معطلة القانون. صحيح. والآن مش يوم النازحين صوت عليه. النازحين. اي ومش القانون. فرضتوا إرادتكم كاتفاق. هاي إرادة الأغلبية، هو هذا نظام البرلماني الشكل غير. ومستعدين للتداعيات. اي شنو التداعيات؟ انتخابات بعد شكل مترحين. اي شنو التداعيات؟ ترهيتوا. انا ما اريد اقول، لا مو ترهينا يعني. ما اريد اقول، حتى قلت لك كانت اكو وجهات نظر مختلفه، لكن لطالما الامر هالشكل مش بعد. بالنسبه لكم ككردتكم نينوى وكركوك؟ لا مو بس تمنى، ليش احنا حتى داخل كردستان اكو وجهات نظر مختلفه كانت. لا لا، قصدي يعني هناك برلمان كردستان، بس قصدي كانتخابات خالف. بس احنا في كردستان نخوض انتخابات مجلس نواب العراقي، مو برلمان كردستان. ايضا موضوع الدوائر المتعدده ايضا اكو بها وجهات نظر كثيره. يعني منو طرحه ائتلاف اداره الدوله؟ مو كان متحمس له؟ شنو؟ قانون. هذا القانون؟ اي والله تقريبا كلهم، يمكن بس اثنين جهتين. لا، المبادره مين؟ منو صاحب المشروع؟ لا هو وانت تحضر اجتماعات طبعا. ائتلاف إدارة الدولة طبعاً. اللي جاب المشروع فيده وقدمه بقال الأدخل مع أسرار، ما طلع لك يا ما طلع لك هاي الأسرار اللي أول ما انطرح قال خل نرجع السانت ليغو. لا مو أسرار، هاي ما طلع لك. النقاش طبيعي ترى. اي طبعاً، هو النقاش طبيعي إجا لسببين. السبب الأول هو نقاش طبيعي هذا يعني بينك، أنه تقول لي منو صعب المفادرة. هو كرت فعل طبيعي على الانتخابات الأخيرة اللي صارت ونتائجها، زائدا أنه كيف تحقق الاستقرار السياسي. تذكر حتى في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كان الكفة لمن للمفردات اللي فازوا، يعني هذول تحت مسمى مستقلين أو غيرها. فكيف تسوي كتل قوية بحيث يكون لها تواجد، كتلتين ثلاثة أربعة بكل صراحة قوية يعني. حتى تقدر تدير البلد بشكل صحيح. أي بكل صراحة. بالمناسبة هاي أنظمة انتخابية موجودة يعني بتركيا، هاي جيراننا بصفنا. اللي ما يحقق 7% على المستوى الوطني ما يدخل برلمان. لازم 7% من أصوات كل محافظة تحصلها على الأقل. ايه فموجوده هذه وجهات نظر مختلفه. اي مترهينوا وعبرتوا ومشيتوا. زين، خلينا نرجع لتقريرنا اللي هو هذا الحكم القضائي الصادر واللي يجعل سومو هي من تعطي الضوء الاخضر لمرور النفط العراقي في الانبوب الواصل الى جهه. وهذا ما كان موجود تقريبا من 2014 لحد الان، يعني 9 سنوات يمكن او اي 9 سنوات يلا
بغداد كسبت الجولة. هذا أضاف تعقيد آخر للعلاقة ويا أربيل. يعني ربما هي أزمة، بس إذا أديرت بشكل صحيح وبحسن نية من الأطراف كلها هي مناسبة لحل المشكلة بشكل جذري. زين، الآن من أشوف بيان وزارة النفط من تقول إنه هذا ما راح يأثر على إمدادات النفط، أريد أفهم هاي شلون؟ يعني كردستان تبقى تصدر بس موافقة سومو؟ إحنا صار اتفاق في مشروع الموازنة إنه تصير مرحلة انتقالية، كردستان تصدر بموافقة سومو، وهاي الفلوس تودع في حساب وهذا الحساب يتصرف به أو تتصرف به حكومة الإقليم كجزء من مستحقات الإقليم اللي واردة بالموازنة، إذا زايد يأخذون منه وإذا ناقص يكملون. كل سنة هيش تتفقون؟ لا، هذا أبداً ما صاير هذا الاتفاق نهائي، بس موضوع الحساب ولا لا لا حتى التصدير أبداً ما صاير أبداً ما صاير اتفاق. في كل سنة يكتب أنه كردستان تسلم هلقد برميل، وإذا ما سلم يستقطع فلوسه. زين، في هاي السنة لا، أنه كردستان تصدر وفلوسها توضع في حساب تحت إشراف الحكومة العراقية ويتم التصرف. يعني سومر راح تعرف كم برميل مصدر بالضبط، هذا اللي اتفق عليه في الموازنة قبل صدور هذا القرار. الآن صدر القرار، يراد أنه شوية ميكانيك جديد يعني نقدر نمشي بها هاي الفترة الانتقالية إلى أن تقرر الموازنة. زين، شنو هالميكانيكية؟ هنا مشكلة. لا، الميكانيكية هاي أضاف التعقيد آخر. الميكانيكية هي نفسها، أنه التصدير يتم لأنه أكو عقود موقعة وأكو بها إلزام، وهذا الإلزام يجري على العراق كله. يعني أي إلزام على حكومة الإقليم وبالتالي إلزام على العراق، وأي ضرر يصيب الإقليم هو يصير العراق، وإذا ما صار تصدير النفط موازنة الإقليم مفروض منه يدفعها؟ بغداد تدفعها، فهو ضرر للاقتصاد الوطني. حتى في اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة كتبنا نص أنه تجنب أي تصرف يسيء إلى الاقتصاد الوطني، فهذه كلها تسير إلى الاقتصاد الوطني. زين، هاي الروحية وين كانت؟ غايب الروحية اللي سوت هذا الاتفاق اللي تقول أول من نوعه. إيه، أول من نوعه. وكلش متفائل أنه حتى قرار القضاء هذا، يعني هذا الأخير المحكمة للتحكيم الدولي، ما راح يأثر وأكو آلية لحل. بس لازم نحلها. يأثر بس لازم نحلها، يعني لازم نحلها، ما أمامنا خيار. احنا سابقا للأسف ما كان يصير حوار جدي لكيف الانتقال من الوضع المتأزم إلى الحل. هذا يمر بمرحلة انتقالية، شلون هاي الأزمة تفككها. الحوار صار بشكل جدي ومعمق خلال أكثر من شهر بجلسات يومية، أنه كيف نحله، وصار اتفاق في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وهذا الاتفاق نقل إلى مشروع الموازنة اللي حاليا أرسلت الحكومة إلى البرلمان. إجا هذا القرار. هذا القرار طبيعي راح يخلق أزمة، لكن هي أزمة مؤقتة راح تلقي طريقها. هذا القرار المفروض اليوم يتوقف. متوقف أو النفط؟ أي نعم، متوقف. توقف. والآن دا يصير حوار بين الطرفين حول آليات الاستئناف. زين، توقف الآن، يجب أن سلطات كردستان تخبر سومو بعدد البراميل اللي راح تفوت. هذه تبقى على الآلية اللي راح يتفق عليها، أنه وأي برميل يفوت قبل ما تعرف سومو راح يعتبر تهريب. لا لا، هو ما يفوت، هو ما يكون نية تهريبه، ما أدري شنو هذا الكلام. لا، بعد القرار لا تهريب. لا لا، حتى قبلها ماكو شيء اسمه تهريب. يعني أكو تصدير وأكو فلوس تجي وأكو عقود، وسومو حتى في الفترات السابقة سومو تعرف بالضبط إيش كم برميل طلع، يعني مو ما تعرف، وتعرف بالضبط بيش انباع النفط. طبعا ماكو شيء سر، كل شيء معلوم. زين، هذا خلينا نقول بأثر رجعي راح يتم التعامل معه؟ لا، الأثر الرجعي يصير حساب، يصير تحاسب، إيش قد بايع كردستان؟ إيش قد الفلوس؟ هاي تأذيكم. لا بالعكس، صدقني مو صحيح، صدقني مو صحيح. 18 مليار دولار أحد الإخوان حسب لي أمر. لا، مال شنو؟ مال شنو؟ ماكو هيك أرقام. 18 مليار دولار. مال شنو؟ مال فروقات، يعني من نسوي تسوية من النفط اللي يصدره كردستان. والأموال اللي ما منطيها للحكومة ببغداد يطلع مطلوب 18 مليار دولار. طيب، أنا أسألك سؤال، إيش قد يصدر العراق نفط؟
هسه 3200 يمكن 3200 ايش قد حصة الاقليم من الموازنة؟ 12.67 يلا اضرب لي اياها في 3200 ايش كم برميل يطلع؟ ايش قد بالله يطلع ما ادري ايش قد؟ هي يطلع 400000 برميل اي اي مو انتم ما شاء الله تصدرون 600 ايش قد؟ ولا فت يوم واصل 400 600 650 ولا واصل 400 الرسمي ابدا لا الرسمي لا غير اللي يوصل السومو لا 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 ما شنو هو التصدير هو الرسمي لو غير رسمي زين هو تصدير ما واصل هيك رقم ماكو هيك رقم زين ايش قد ندفع احنا جولات التراخيص هنا بالحكومه الاتحاديه 21 مليار اي هذا الرقم اللي تحكيه هسه ما عدا مستحقات الشركات لو تشيل منها مستحقات الشركات ما يطلع يا شركات اللي بكردستان لو اللي بكردستان ايه؟ اللي هنا دا يدفعوا له الحكومه الاتحاديه ايه زين ايه؟ اللي تشتغل بكردستان ببلاش جمعيه خيريه نعم والمشكله ها المشكله العقود مختلفه بغض النظر عابر. لا لا بغض النظر بس اكو الاتحاد قاعد لازم تراجع هاي العقود كلها موافقه احنا موافقين انه حتى السعر اللي بايعين به انتم اي بايعين اخليش لانه ماكو اعتراف بالبيع فاكو استغلال من قبل المشترين فاذا تاخذ مستحقات الشركات اللي تشتغل في الاقليم ما راح يبقى للاقليم 200000 برميل صافي فلوسه ما يبقى زين شنو 18 مليار وين 18 مليار هاي ارقام خياليه يعني يصير بها الكلام مو صحيحه بالعكس الاقليم ماخذ ديون من الشركات لانه وارداته ما تكفي حتى يسدد رواتب ومعلومات انه هسه خبراء الاقليم بده يتفاوضون ومسوده نفط وغاز مشترطين تصفير مشاكل ونصفر العداد ونبدا من جديد ونتفق على قانون النفط والغاز لا 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 مو صحيح نتفق على قانون النفط والغاز ونراجع المرحله السابقه ماكو هنا صفر المشاكل، شنو صفر المشاكل؟ حكومة الإقليم ماخذة قروض، مو من مصلحة أصلاً لا الإقليم ولا بغداد، شلون نصفرها؟ اكو التزامات. شلون تسدد هاي الالتزامات؟ ف هيجي طبعاً يعني هسه هذا اللي حسب لي وقال لي 18 نطلبهم 18 مليار، لا يعني أنتم لازم تجون يا بغداد اكو التزامات علينا لشركات جولات تراخيص مالتنا بالاقليم دفعوها يلا نبلش مو دفعوها يلا نبلش هذه عقود وهاي التصدير وهاي حصتنا من الموازنه طلع تعال سوي تسويه تطلبونا ندفع لكم نطلبكم تدفعونا غير هالشكل غير الاصول هالشكل هذا كلامك مال واحد واثق انه هو اللي يطلب اي هسه غير اكو ارقام هي تحكي لا لا ما لي شغل بالارقام ايش مدري لا لا ابتسامتك ورايك وهذا طرحك منو يطلب هو اثنيناتهم مالاتي زين عشان فيها لا القصد حكومة الإقليم هي تطلب وجهة نظرك هي حكومة الإقليم تعتقد أنه هي تطلب مبالغ كبيرة إلى الحكومة الاتحادية هكذا هو ونص في الموازنة أنه ديوان الرقابة الاتحادي في بغداد يراجع كل هذني بشكل أصولي ويقدم تقرير مفصل عن ايش قد لك وايش قد عليك زين نختمها بسياسه شوي نعرف النفط كيفك هو كله بكيفك شلون احوال البارتي واليكتي مو تمام جيد ليش مو تمام هاي خلافات موجوده وجهات نظر مختلفه وتاثيرات خارجيه اي مين تاثيرات خارجيه والله على الطرفين لو على طرف واحد هو منو يتدخل بشؤون العراق بالموزمبيق منو تأثيرات خارجية منو يعني ما أعرف والله تأثير خارجية أنت يومية بالسياسة أنا ملتهي بشغلي بس أنت يومية ملتهي بالجسور منو مثلا مو موزمبيق ما يقابل موزمبيق تأثيرات خارجية موجودة عادي والخلاف موجود وأكو محاولات لتقريب وجهات النظر للعودة إلى الحوار لكن الموضوع مو سهل صار اتفاق على انتخابات إقليم كردستان 18 يوم 18 18 هذا معناه اكو اتفاق اي هو ماكو اكو اتفاق على الانتخابات بس ماكو اتفاق مثلا على قانون الانتخابات على الكود على انتخاب على قانون الانتخابات اي اكو وجهات نظر حول هذا الشيء وبالتالي شلون صار هنا راحوا للبرلمان اكيد في كردستان هم يصير نفس الشيء يروحون للبرلمان ويصير عرض للتصويت لا هذا ما يصير قبل ما يصير اجتماعات خلينا نسميها مع قيادات الحزبين ده تصير يعني ربما قريب العاجل تصير ايه؟ اجتماعات مع قيادات الحزبين البارتي اقرب نوعا ما الى الغرب واليكتي والله صديق اذا مو حليف لايران
حليف. حليف. احنا هم اصدقاء يعني ما عندنا مشاكل هوايه. لا ما عندكم مشاكل هوايه. عندنا بس صواريخ. لا صواريخ وهذا الفيلم الاخير هذا مسوينا فيلم. يا. مال توكل او شيء وحاكين بانه شلون ايران انقذت اربيل وغيره. هذا هم مشكله. هاي كل فتره يعني. اسال هاي. بس احكي لي شنو التاثير الايراني والخارجي على اليكتي فيما يخص العلاقه مع الحزبين. شيردون ايران ابن اليكتي. ما اعرف تسالهم منو؟ خلصت كل الساعات اسالهم منو؟ اسال ايران يعني شنو؟ متحدث لا باسم ايران ولا باسم اليكتي. مو انتم تحرشتوا وسويتوا مشاكل باليكتي؟ شو مسوي؟ مشاكل مشاكل بين ولد العام بكاك بافلو لا تماما وكاك لاهور تماما مو صحيح تماما مو صحيح بالعكس هو كان يعني يتبادلون دور الصقور تجاه البارتي يعني ما كان علاقة مع هذا أحسن من هذا ومع ذلك علاقة البارتي والرئيس مسعود بارزاني دائما كان ينظر إلى أولاد مام جلال غير شكل يعني نظرة أبوية نظرة رعاية غير شكل لكن السياسة مش بيه السياسة أنا بدي أسأل بالتحديد عن أشوف أول ما سألتك قلت مو زينة متشائم وانتخابات قريبة يعني مو زينة العلاقة لليوم مو زينة يعني أكو خلافات على كل الملفات ما صار اتفاق على أي شيء وملفات مهمة يعني تتعلق سواء بإدارة الإقليم تتعلق بالعلاقة مع بغداد تتعلق ملفات الطاقة هو كلها ملفات الطاقة كلها ما صاير فت مقاربة حقيقية فلذلك هي مو زينة يعني ما اريد اوصف رغم انه قبل فترة مؤخرا قبل اشهر اجى بريت ماغورك وحثكم على الاجتماع وحثكم انه تقعدون سوا وتفضون ما تفيد لا امريكا تفيد ولا ايران تفيد شنو طبيعة هذا الخلاف؟ ما اعرف والله اذا كانوا الطرفين هذول اللي تحكي عنهم جادين انه يريدون يسوون تقارب ما اعرف حقيقي يعني يدفعوهم لو انت ايش تعتقد يعني؟ ما اعرف والله يعني اذا لا تلمح ان هم سبب المشكله يجوز والله ما اعرف خليني اشكرك وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامه بنكير ريكاني شكرا جزيلا لك شكرا موصول لك شكرا لكم نشوفكم باكر ان شاء الله